واحد يقول سألني أحد الأشخاص من طائفة الأخوة هل العذراء مدفونة في القبر؟ فقلت له لا، دي صعدت للسماء. فقال لي أين هذا في الإنجيل؟ طبعا الإنجيل ما كتبش عن موت العذراء خالص، لكن تلاقي في المزامير بيقول قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. ولذلك دايما احنا بنحط في الايقونة العذراء عن يمين المسيح، وبصفة ان المسيح في السماء يبقى العذراء مفروض تكون في السماء. ومش معقول ربنا ان الجسد الذي حمله جنينا وطفلا وارضعه يسيبه للقبر وللدود وللحاجات. هو اصل الاخوة التلاميذ دول يعتبروا كل الناس اخوة، يعني لما يتكلموا عن بطرس الرسول او بولس الرسول يقولوا الاخ بطرس والاخ بولس، وبالنسبة للعذراء يقولوا اختنا. احنا في التسبيح نقول امنا امنا العذراء، هم يقولوا اختنا. فمرة واحد من التلاميذ قال لي العذراء دي اختنا، قلت له لو كانت العذراء اختك وهي ام المسيح تبقى انت خالي المسيح.